السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي المشاهدين الأعزاء القناة تاعكم إبراهيم للعقارات وكلاس، اليوم سنقترح عليكم عقار من الفئة المتوسطة اللي تتواجد في عمارة تتوفر لنا على أسانسور على السوسور بالنسبة للسيارات. عقار تاع اليوم عقار ممتاز، شقة بجوج تاع الواجهات، دو فاصاد، ثمن جد مغري جد مناسب، فقط 36 مليون. مازال عندنا شقة واحدة فقط، إقامة كما ذكرت لي فيها الأسانسور وفيها السوسور بالنسبة للسيارات. كما لاحظنا الدخلة لقينا الصالون، عندنا هنايا مطبخ، مطبخ كما تنشوفو تبارك الله مساحة كبيرة، لي بلاكار من نوع تاع الـ NDF. إطلالة مباشرة على الشارع. بالنسبة للموقع فاحنا تنتواجدو في حي كاميليا، حي كاميليا حي غني عن التعريف. بالنسبة للعروض الحي تاع كاميليا كاين واحد النقص كبير بالنسبة للعقارات، تقريبا جميع العقارات اللي قربوا يتسالاو في الأشغال نتاعهم تلقاهم البيع تيكون تسالاو. بالنسبة للشقة تاع اليوم التشطيبات نتاعها تسالات، هذه الواجهة الثانية اللي تطلع لها الغرفة، هذه الغرفة نتاع النوم اللي فيها البلاكار نتاعها، ولا ممكن ديرها بيت نتاع الولاد تبقى على حساب الاختيار. عندنا الغرفة الثانية مجاورة لها، نعاودو نرجعو معاكم للترتيب. هكا الصالون، هكا جينا مع الكولوار، صورنا المطبخ محادي ليه الغرفة رقم واحد، لأن مجموعة تاع الناس اللي تيكونوا بعاد على العقار و تيبغيو يكتشفوا الفيديو بالتفاصيل كاملة باش إلا بغاو يدي بلاصة و تيعرفو على من المروج. هذه الغرفة رقم جوج، جات الشوكة كما تنشوفو حتى هي تبارك الله مساحة تاعها مبيهاش، بالإضافة أن فيها بالكون. يعني الغرفة رقم جوج هي هادي، عندنا بالكون تبارك الله مساحة هي كبيرة، راه مشات تقريبا عن الطول نتاع هاد الحيط، تقريبا فيه واحد 1.20 على 3.20 متر تقريبا. العقار تاع اليوم هو هذا، عقار ممتاز، ثمن تاعو جد مناسب، في موقع اللي غني على التاريخ، بالإضافة أن عندك بلاصتك نتاع الطوموبيل وعندك السانسور. تيبقى لنا هنايا عند الدخلة الحمام، كاين فيه لافابو، فيه طواليط أعزكم الله، وفيه الرشاش. كما ذكرت ملي تيكون الحمام في البداية نتاع الفيديو تنخليه حتى للتالي. العقار نتاع اليوم هو هذا، عقار ممتاز، مساحة إجمالية تاع تقريبا 70 متر، تيدر غادي تكون أقل من هذه المساحة شيئا ما، والثمن نتاعو راه جد مناسب 36 مليون. وإذا كان فيها شي حاجة نتاع المناقشة ممكن نجلسو اللب مع المقاول ونشوفو شنو هو آخر ثمن باش ممكن تبقى هاد الشقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله، ما تنساوناش بالدعوة نتاعكم وإلى شقة أخرى وفيديو آخر إن شاء الله. كان معكم أخوكم إبراهيم، السلام عليكم.